هلين رشدي. شو رشدي ما رشدي، انا من اليوم ورايح صار اسمي ابو عجاج. سبقتني لك رشدي، انا كنت ناوي اخذ هالاسم، شلون خطر على بالك؟ ابن عمتي وضاح هو اللي نقال يا مشي معي مشي، خلينا نحضر هالخناقه. خناقه شو؟ خناقه بتصير قدام القهوه بين مين ومين. لك هلا شو بدك بهالقصه؟ مشي وهنيك بتعرف. ابو رضا مش عايز صباحا؟ صباحا وتجيبه. شونا أهلين بفكي. أهلين والله يسعدني صباحك. شو سي داسي؟ أهلين وسهلين بالعريس. وينك عمي؟ لا تفكر إنه رح نمشي لك إياها هي ناشفة، بدك كنافة وقطايف وملضمينة. كنافة وقطايف وملضمينة؟ وين؟ عندك سيدو؟ عندك؟ عندي أنا؟ إلك؟ ليش ما سيد راسي؟ لك مشان جوازة. عندك عصايص بفكي؟ إيه عندي عصايص. دخيل عينك، بدنا هيك شي عصفورين ثلاثة مشان نحطهم تحت يبرق. الله يستر. بديش بدك يعني؟ شو هاد سيد راسي؟ يعني بكم برغوت بكم متليك؟ هلا العصاريس صرتوا تبيعوهم بيع؟ لك يا حبيبي لك، الدبايع غالية وكل شي بتمنه ابن جيب. قولي قولي، عشنا وشفنا، والله عشنا وشفنا. وكم عصفورين برغوت؟ كل اثنين برغوت. لا كثير هيك أبفخري، كثير والله عظيم كثير. خليهم أربع برغوت. الله وفقه.